هنروح لخبر آخر محلي، ودايما بيكون السلاح هو محط أنظارنا للنتائج الجيدة اللي بيعملها، زي ما فاز منتخب الشباب منذ أيام ببطولة العالم بيكرر هذا الفوز. منتخب مصر يتوج بذهبية كأس العالم للشباب ولكن في سيف المبارزة بأوزبكستان. البطولة اتعملت في العاصمة طشقند، عاصمة أوزبكستان، امبارح والنهاردة. ما شاء الله أبطالنا أبطال العالم في الشباب، وبالمناسبة احنا متصدرين التصنيف العالمي، هؤلاء هم الابطال. محمد السيد كان ضيفنا اللي في يعني في الصوره، هو اللي مصور السيلفي كان معانا هنا، وما شاء الله الولاد دول عندهم شغف كبير جدا. الولاد دي انا يعني ان شاء الله ربنا يحفظهم يا رب ميداليه باذن الله. وكابتن سيد على فكره اللي واقف على اليمين ده بابا محمد السيد، فهو ده والد طبعا نجم الفريق، فده منتخب مصر. الف مليون مبروك ابطال، الف مليون مبروك. الفوز 45-35 على منتخب كازاخستان، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم البطوله اتعملت في اوزبكستان في العاصمه طشقند، والمنتخب بيضم في صفوفه ابطال. خلينا نقول اساميهم، حفروا اساميهم من ذهب: محمد ياسين، محمد السيد، محمود السيد، ويوسف شامل، ويقود المنتخب طبعا زي ما قلت لحضراتكم السيد سامي والد محمد السيد، ويرافق الفريق الطبيب احمد عزت. الف مليون مبروك، دي صوره طبعا فور وصولهم، او لا ده هم مسافرين، انا اسف لان البطوله خلصت النهارده ما لحقوش يرجعوا، ولكن طبعا حدث كبير. الف مليون مبروك، مش الفوز بس كمان ولكن صداره التصنيف العالمي، هو ده طبعا ولاد مصر وهم دول ابطال مصر. وان شاء الله نعمل حلقه كبيره جدا لهذا المنتخب وبنعدلها عشان يكونوا معانا ونعرفهم بحضراتهم. ودي خلي بالكم الميداليه الثانيه في اقل من شهر، والتصنيف العالمي احنا متصدرينه يعني باريحيه كبيره جدا. الف مليون مبروك، حدث كبير. بنبارك طبعا الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد واتحاده بالكامل الحقيقه اللي بيبذل مجهود كبير جدا. يا ليت يعني كل الناس تبقى اتحاد الرمايه وكل الاتحادات تبقى اتحاد الرمايه. نتمنى دايما مصر في المقدمه، ومصر طبعا تبقى في المقدمه زي ما عمل اتحاد السلاح، تعمل كل الاتحادات ويبقوا عندهم الغيره اكتر على اسم مصر. اسم مصر لازم يكون في المقدمه، عندنا كل شيء، في رعايه، في بنيه تحتيه رياضيه، في اعداد جيد بتعمل لابطالنا، فلازم يكون ان شاء الله المقابل هو الفوز باذن الله.